الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى وصحبه. السيد رئيس الحكومة، مرحبا، أهلا وسهلا. أولا بدأت منك على الثقة بجلالة الملك، ونتمنى لك كل التوفيق. هذه رئاسة الحكومة مؤسسة عريقة، وهذه البناية الحمد لله دازوا فيها حكومات متعددة. جات الوقت اللي دوزنا حنا الحكومة ديالنا 2017-2021 دابا، وهذا هو المغرب. والآن الحمد لله الحكومة الجديدة، هذا هو بلادنا فيها استمرارية المؤسسات بإشراف جلالة الملك حفظه الله، الدعم ديالو، العون ديالو اللي دائما كيعطيه لمختلف الحكومات. وهذا الاستمرارية ديال المؤسسات واحد شيء عظيم. شكرا السيد رئيس الحكومة وصديقي السيد سعد الدين العثماني. أولا مصور باش نكون معك اليوم، فقط كشهادة أنني اشتغلت مع السيد سعد الدين العثماني لمدة 5 سنوات في داخل الحكومة كرئيس الحكومة، وسنتين أنا ذاك كان وزير يعني الخارجية. وكان الاشتغال جاد بجدية وعمل كبير، وكان عندي ليه دائما احترام، اللي هو احترام كبير، صداقة كبيرة رغم يعني جميع الصعوبات اللي كتعرفوا اللي يمكن تمر منها اي حكومة، لا سياسية ولا يعني ظرفية ولا المشاكل ديال كوفيد. ولكن الحمد لله رجل ديال الساعة، اللي وقف على المشاكل واللي واجههم، اللي ما تخباش فيهم، اللي كان دائما موجود. وحنا داخل الحكومة هادشي دائما كنت كنقولوا السي سعد الدين العثماني، ما كان عندنا حتى إشكال داخل الحكومة بين جميع المكونات ديال الأغلبية داخل الحكومة، واشتغلنا بجدية. هنيئا لك أن هذا النجاح بعد ديال أنه عندي فرضتي انه تكون واحد الاغلبيه داخل الحكومه اللي عطات نتائج، واللي عطات كذلك مشاريع اللي هي كبيره، واللي وقفت على التنزيل ديال مشاريع تنمويه كبيره ديال صاحب الجلاله، واوراش كبيره ديال التنميه ديال الاقتصاديه والاجتماعيه ديال صاحب الجلاله. وممكن لي الا بهذه المناسبه كذلك نهني الفريق ديال رئاسة الحكومة اللي موجود معنا اليوم، اللي حاضر واللي ما حاضرش، على العمل اللي قاموا به. وبأنه كما قال السيد الرئيس، حنا الآن في الاستمرارية، وهذه الدولة، وهذا يعني الإمكانيات ديال الدولة اللي خصها تستمر، باش حتى حنا واحد الوقت إن شاء الله يعني نوجدوا هذا الشيء للناس الآخرين اللي غادي يكونوا في المكان ديالنا. إذا غادي نشتغلوا بجدية، وغادي مصور باش نتعرف عليكم اليوم، باش نعرف كل واحد، باش نشوفوا كيفاش غادي نخدموا ان شاء الله في المستقبل، ويكون عندي معكم اجتماعات ولقاءات. ونتمنوا يعني حظ سعيد للسيد رئيس الحكومه، واللي هو محبوب عندنا وكنبغيوه، ونتمنوا ليه ان شاء الله الصحه والازدهار مازال يعني في حياته الخاصه ولا السياسيه ولا الاجتماعيه. شكرا لك السيد رئيس. شكرا جزيلا.